السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد معايا. اليوم درت لكم زوج وصفات في فيديو، وهذوما زوج وصفات خفاف طرف كما شفتوا في العنوان البن، ودرت لكم طنطوني. طنطوني هذه اكله من كردستان او تركيا، يعني هذه البلدان، يعني كل بلاد يقول لك هذه بلادي، يعني انا خدمتها ولا انا اللي استخرجتها. المهم المقادير راكم كما شفتوها، عندكم اللحم، عندكم طماطم، عندكم ليمون، وعندكم الخبز العربي. يعني انا ندخلكم في الموضوع مباشره كما العاده باش ما نكثروش. نقطعوا اللحم قطع صغار كما راكم تشوفوا دركا، من بعد نحطوه في القدر ونحطوا معاه الماء ونحطوه يتغلى، ونديروا له شويه ملح فقط. يعني القدر ماشي لازم يكون ساخن في الاول كما نديروا اشياء اخرى، يعني عادي يكون بارد، نديروا له الماء ونخلوه يطبخ. انا خليته مده على الاقل ساعتين، رغم انه كان فيلي ولكن كما نقولوا كان عاصي شويه. بعد ما حطينا اللحم تاعنا يتقلى في جهه، نروح للمرحله الثانيه وهي البصل. البصل انا قطعته طويل شويه، ولكن يبقى الاختيار ديالكم، يعني كما تقطعوه نتوما تحبوا، كما تحبوا يعني تاكلوه قطعوه صغير كبير متوسط ليسونسيال. بعد ما قطعنا البصل كما راكم تشوفوا دركا، نروحوا للمرحله الثالثه وهي طماطم او البندوره. كيف كيف نقطعوها ونحطوها في مكان، يعني نعملوا التحضيرات تاعنا ميزون بلاس كما نقولوا. بعد ما قطعنا الخضر تاعنا وحطيناهم الى الجانب، ندخلوا للوصفه الثانيه وهي اسهل وصفه، وهي البن كما يقولوا له بالتركيه الايران. انا هنا استعملت ياغورت ناتور، يعني ياغورت بدون مذاق، وتاع تاع لاغريس كما يقولوا تاع اليونانيين، لان يجوا فيه الدهن بزاف. ضفت له الماء والملح، والماء لازم تضيفوا له شويه وتخلطوا باش يجي عندكم المذاق كما يقولوا تاع البن، ما يجيش مايه بزاف ولا ما يجيش تقل بزاف، وكما تحبوا نتوما. هذه وصفه يعني ما كاش اسهل منها، وتجي البنة يعني ما شاء الله. الو نعاودها لكم، الياغورت ناتور، الماء والملح، هذا ما كان. بعد انا حكمت الخلاط اللي نديروا به كما نقولوا الرغوه تاع كابوتشينو، زدت خلطت به شويه باش يجوني كما نقولوا هذا الرغوه او الزبود، ونكونوا خلصنا الوصفه تاع البن، يعني حاجه خفيف ظريف. والبنة ما شاء الله، اذا استعملتو كما نقولوا حنا الياغورت تاع اليونانيين، لان يجيو فيه الدهن كثير ويجي كما نقولوا بنين، يعني كل لانه الدهون هي كما نقولوا تجيب المذاق، تجيب المذاق اكثر. من بعد نروح للمرحله تاع الطبخ ديالنا. هنا بعد ما طاب اللحم ديالي، مع العلم اني كنت كل ما ينقص الماء نضيف له الماء، باش ما تقولوش باللي نديرو جاتني ناشفه ولا تنحرق لي، يعني كل ما تشوفوا باللي الماء نقص ضيفوا له، ومن بعد تتكون لنا لاصوص. المرحله الثالثه وهي نقليو اللحم تاعنا اللي كنا ديجا غليناه، ونضيفوا له شويه من لاصوص تاعنا. والان يعني قاعد غير التركيب كما راكم تشوفوا الان، ما شاء الله، يعني والله ما يحتاج ديروا لي زيبيس كامل. انا استعملت غير لحد الان، انا مستعمل غير الماء والملح، يعني البنه تاع اللحم تجي سبحان الله وحدها بنينه. وحكمت الخبز الليباني هدايا، غطسته شويه كما راكم تشوفوا في لاصوص باش يجي طري. نحط القطع تاع اللحم ديالي، ونضيف لهم المكونات اللي كنت ديجا قطعتهم من قبل كما راكم راح تشوفوا الان. ديت لهم شويه طماطم، ديت لهم شويه يعني بصل احمر، شويه فلفله، وكاين واحد الايبيس يعني بهارات يعيطوا له سماق، هدايا يعني انا هنا عايش في المانيا نشري عند الاتراكي. كيف اذا كان في الجزائر او المغرب العربي ولا البلدان العربيه الله اعلم، ولكن يعيطوا له سماق، يعني هذا البهارات هذا اللي حنا رامي فيه دركا الان، يعني ما تجيش فيه بنه بزاف بزاف ولكن عادي. من بعد حطيت شويه زبده، الزيت نضيف شويه لاصوص كما راكم راح تشوفوا الان معايا، باش يعني تجيني بنه من الداخل ومن برا، يعني حتى في الخبز تاعي ندخل بنه وتجيني مقرمشه. نلوي الرولو تاعي
ما مدى تقطع شويه كيما انا الان ماشي مشكل باسكو راكم الحين ديروا له كيما نقولوا الدور عليه بزاف، ومن بعد تحطوه في المقلاه باش يولي كروستيون يعني باش يولي مقرمش وتجي البنه تاعو يعني ما شاء الله. انا يا هاد الساندويتش كليتو في 2008 في المانيا يعني شاف نهار جيت جديد والله من داك اليوم يعني كيما نقولوا سحرني سبحان الله الساندويتش هذايا. يعني جربوه ان شاء الله وردوا لي بالخبر باسكو بنا ولا اروع. ما تقدروا ديروه مع خبز عادي يعني باغات تستعملوا نفس الطريقه ومن بعد يعني تحطوه مع الباغات اذا ما كانش خبز ليباني. وصح كيما نقولوا لاستوس تاع هذا الساندويتش هذايا تغليو يعني اللحم ديالكم حتى يولي طري طازج ومن بعد تقليوه وشهية طيبة كما يقولوا. وإن شاء الله يكون عجبكم فيديو، واللي عنده أسئلة ولا عنده اقتراح آخر ولا ما كاش قا مشكل يكتب لي في الكومنتار ونجاوبه بإذن الله. وإذا عجبكم فيديو هذا بارتاجيوه، وما مدى ما عجبكمش بارتاجيوه بالك يعجب عباد واحد آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ونتلاقوا في فيديو جديد واحد آخر. بالنسبة لطريقة تزيين الطبق يعني في الصحن بو أنا عملت لكم طريقة وكما نقولوا باش تدعوا عليها افكار، وان شاء الله انتم اذا عجبتكم يعني عملوا عليها ولا عندكم طريقه افضل يعني عملوا طريقه تاعكم احسن. والسلام عليكم.